كريم، كريم اصحى يا كريم، أشرف مستنيك بره. أشرف مين؟ أشرف زميلك. يعني انتوا كتير أوي كده؟ لا ما كملتش ربع ساعة، يلا اصحى بقى. الفصلان بقى والريستارت اللي انت عايزني نعمله ارغي. على فكرة انا حاولت افصل زيك انا كمان، وقلت اول ما هدي ظهري للقضية ديت خلاص هتبعد عني، لكن لقيتها بتخبط على دماغي من تاني. رجعت تزن على دماغك وخبطت على دماغك. خبطت قالت لك ايه بقى؟ قالت لي ان احنا اتسرعنا يا كريم، اتسرعنا لما اتعاملنا مع درويش على ان هو صوت سهل، صورة متهم وبحث جنائي وخلاص. معلش مفيش ظباط بقى. على فكرة انا مش جاي اهزر. اقعد بقى انت كمان، اديني دروس زي ابوك ما كان بيديني زمان. عادي كل ده عشان بقولك نظبط الشغل، نظبطها ازاي بقى؟ نشتغل على المستجدات. بص انا هحكي لك اللي احنا وصلنا له من ساعه ما بدانا. الست دي التليفون بتاعها اتسرق، وفي نفس الوقت التابلت بتاعها اتسرق من بنتها، واللي سرق الاولاني كان عايز يوصل للتاني. ده عشان التابلت بيشيل معلومات وفايلات اكتر بكتير. التابلت دوت وصل لعم درويش، وعلى كلام الواد اللي اسمه شهاب ان في ناس جم عندهم المحل وكسروا الدنيا عشان يوصلوا التاب دوت. عمل ايه بقى درويش؟ فكر انه ياخد التاب ويرجعه تاني للست. قوم ايه؟ درويش راجل مظلوم. ده بقى اللي انت جاي تقوله لي صح؟ يا كريم انا وانت عندنا معلومتين واثقين فيهم كويس جدا عن درويش، ان الراجل ده مش عايز يقتل الوزيره، والدليل على كده انه عارف يخش المستشفى، وقف معاها كتير. ولو رجعت بقى شريط معايا هتلاقيه كان ماسك في ايده جهاز، الجهاز ده غالبا هو التابلت اللي بندور عليه. ثانيا بقى وده الاهم، نهله بنت الوزيره نفسها، اكتر واحده في الدنيا يهمها تعرف مين عمل كده في امها. ومع ذلك قابلت درويش مره او مرتين على الاقل، ولغايه دلوقتي بيتهيألي على التواصل معايا. ده ملوش غير معنى واحد، ان الراجل ده قدر يقنعها بدليل مهم جدا انه ملوش اي يد في الموضوع. صح؟ طب لو كلامك ده مظبوط، درويش ليه ما جيش حكى على الكلام ده وبلغ؟ يا سلام، عشان مضطر. انت لسه هو متهم بايه ولا ايه؟ كان متهم باختيار رئيس جمهوريه، وكان فاضل وقت قليل جدا الحكم ينزل من عليه. انت بقى لو مكانه هترجع تاني عشان تلبس الحكم القديم؟ انا عشان ما البسش حكم قديم البس نفس قضيه جديده؟ غصب عنه، ده مطارد يا كريم، ومش مننا احنا بس على فكره، من جهات تانيه كتير. يبقى الواد خضر كان مظبط مع الجهه التانيه، واول ما قفش خيط القضيه ما رضيش يبلغ. صح، انت كده صح، احنا كده عرفنا نفكها. تعالى بقى نفكها مع بعض واحدة واحدة ونركبها. ركبها بتاع الكيميا. وانا بقول لجهان بس تعملها فنجان قهوة. يا جيجي قهوة للبيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتسود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر يا رب. ايه عارف افتح يا حاج؟ قبل ما اجي هنا كنت بفكر اعمل دايت انزل شويه، يعني حسيت ان انا تخين يعني. بس لما شفتك انت امك حسيت ان انا يسرى اللوزي. الو الو يا درويش. تمام. ايه انت مشغل اغاني زي العيال الصغيره ولا ايه؟ انا برضه هعمل كده. لا ده العيال الصغيره هاريين التليفون. بس يا ابني طوارئ مش عارف اتكلم. امسك امسك الخليفه نايم الواد ده سامع. ما تقلقش. ايوه. يا حبيبي. معلش معلش يا درويش. الدنيا هنا مكربسه. الولايه مبتاح عايشه في حته عامله زي شقه تعبان. ده غير ان بناتها الاثنين ولدها اجوازهم ما اعرفش مغضبينهم ولا ايه، قاعدين هنا بعيالهم. والله. المهم طمني عليك انت. انا الحمد لله بخير يا ماهر. معلش يا ماهر حقك عليا. انا عارف ان انا السبب في اللي انت فيه دلوقتي. ما كانش يجب الطك معايا في الوحله اللي انا فيها دي. تقولش كده. والله يا غول. لا لا حبيبي. الله انت ناسي ولا ايه؟ ده احنا زمايل برش واحد. ثم انا مقدور عليا. انا كلها كام يوم وارجع تاني. دور بقى عليك انت، هترجع امتى؟ وهترجع اصلا ولا لا؟ ربنا يفرجها يا ماهر. ربنا يفرجها. بقول لك يا ماهر، انا عايزك تكن في الحته اللي انت فيها دي، اوعى تسيبها. ما تسيبهاش غير لما تتاكد ان العين اتشالت من عليك. ماشي يا ماهر؟ حاضر حاضر يا اخويا. بس ابوس ايدك. خد بالك من نفسك وطمني عليك على طول. بتاع ايه؟ ارفع ايد امك شويه، انا لسه ما فطرتش. اتلم. روح افطر انت يا ماهر. روح افطر. حاضر اخويا هروح افطر. بتفضل معانا. هتبقى ناقصه. نالا صباح الخير. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ رايحه لماما المستشفى. اكيد. هو انت عندك شك ان انا لسه مخبيه عنك حاجه؟ يعني انت ما قابلتيش درويش ده من اخر مره؟ لو قابلته كنت هقول لك، ولو حصل ان هو كلمني علشان نتقابل تاني برضه هقول لك. لا نتقابل تاني دي خلاص بقى. انا شايف ان ملهاش لازمه خلاص المقابلات دي، كفايه لحد كده. حازم انا مش فاهمه انت ايه اللي مضايقك. يعني انا كل ما اروح اقابله انت بتامنني وبتبعت معايا ناس تحميني، وانا كذا مره افهمك ان الراجل فعلا فعلا يا حازم محتاجني عشان يثبت براءته، زي ما انا كمان محتاجه له قوي. انت مش محتاجه حد يا نهله، مش محتاجه حد. والراجل ده مش هتقابليه تاني، ده اخر كلام عندي. انا اسفه. ما ينفعش. يعني ايه مش هينفع؟ في ايه؟ استفدتي انت من المقابلات دي؟ استفدت كتير قوي يا حازم. خلاص انا وصلت للحاجه اللي ممكن تخليني افسر كل اللي بيحصل ده. حاجه ايه؟
وانا بقلب في التاب لقيت فايلز منهم فايل اسمه ديفلز اي. ايه ديفلز اي ده؟ دي الكلمه الوحيده اللي قالتها ماما لما فاقت في المستشفى ودرويش عندها. طب ايه اللي في الفايل ده؟ لوكت وعليه باسورد. طب وليه ما خدتيش منه التاب؟ كنت على الاقل نقلت كل الفايلز اللي عليه. ما هو الراجل اتوتر فجاه وكان عايز يمشي. لا مش هينفع اسيبك للراجل ده يلعب بيكي اكتر من كده. عايز معشان خاطري بقى، مش معقول كده يعني. خلاص بقى يعني انا فعلا مقدره قلقك وخوفك عليا، بس يعني فات كتير قوي. احنا ما قدمناش بس غير ان احنا نفتح الفايل عشان نعرف فيه ايه. خطوه واحده يا حازم عشان خاطري بقى يا حازم.